Here's the side dish. إذا كان تحطوا حاجة في موقع نجم توصلوها التاريخ بوت هذا يعني نعرفوا برشا توانسة نجحوا في حياتهم ونحكي توانسة خاطر نحب نوجه لكم فريمون تحية كبيرة خاطر يعطيكم الصحة والله. أي واحد يحلم باش يحقق حكاية إن شاء الله أمن بروحك يخدم على روحك وكما السيد حاطت نعم غادي أي نعم أي أي ديما كل شيء بوسيلة. ونش نجمو نتمناو في الأيامات في النشرة في الأعوام الجاية كما قلنا قبيلة الخير مازال القدام. أنت لولا قلت باش نوصل وصلت والشعب الكل وراك شنجمو نتمناو لك في مثلا العام الجاي نفس النهار وين نلقاوك؟ أهم حاجة أكيد نحب نوصل نحقق ماهيش حلمتي برشا يعني مش كان أنا كهو حلمة الشعب التونسي كامل نكون نمر واحد نشرف تونس وعلاش نهز رومان كاروز كما يقولوا برشا تونس. Le plus important, je ne suis pas juste en tennis, mais je veux que le pays et le pays soient en train de se faire. Et je veux que nous continuions à faire une belle image. Je veux que nous nous جبت في فريشتك جبت شوكولاتة جبت شوية شنو جبت لناش حويجة هكا نحبوا نشوفوها شوكولاتة بالفضة شوية شويه برشا
بايبينهم بايبين عسلامة مدام. سلامة مرحبا عايشك. جيت اليوم على خاطر أنس جابر؟ على خاطر تونس وعلى خاطر أنس جابر. محبتي لتونس ولا في اختي دو أنس جابر كي غوبريزونت المرأة العالمية أو ميو أو ميو دونك المرأة التونسية المسلمة أو ميو دونك جو سوي لا فوالا جو سوي تخي فيير جو سوي تخي كونتونت وبوكو ديموسيون دو لافوار فو. جيت خاطر شي فما أنس جابر اليوم لتونس و عرفنا اللي فما تشيشا جو وحبيت نوري لوالدي. جيت اليوم على خاطر أنس جابر؟ اي. تحبها أنس جابر ولا؟ اي نحبها برشا. تحب تولي كيفها؟ نحب نولي خير منها مش كيفها. وزيدا نحبها ديما تربح ونحبها ديما تبدا فرحانة باللي تعمل بيها اللي تعمل فيه ونقول لك يا أنس إن شاء الله تربح في كل ماتش وكل حتى كي نخسر في الفينال لأن احنا الكل أنت تتسمى ربحتنا. ديما تبع فيها ولا إيه؟ أيه ديما معاها. السلام عليكم. أول حاجة أنس تبارك الله عليها وربي يفضلها وما شاء الله عليها، صراحة حققت نجاحات برشا ونحن كليبية وكتوانس وكتزيرية وكالعرب الكل نتشرفوا أن عندنا لاعبة كيما أنس جابر حققت برشا نجاحات وما كذبوش كيما سموها وزيرة السعادة، أما مش وزيرة السعادة التونسية برك، وزيرة السعادة متاع العرب الكل. إن شاء الله من نجاح لنجاح وربي يفضلها ونتمناه الدعم من العرب الكل لأنس جابر. بالطبيعة جيت لأنس جابر وجبت بنتي خاطر زادة تحبها برشا وهي شامبيون تاع تونس الكل وفرحانين برشا برشا والجو باهي والتوانسة باهية وكل الناس الكل جايبين. فرحت كي قابلت أنس جابر ولا؟ وي ونحبها ونموت عليها برشا ونرمي لها بوسه كبيره برشا برشا. تحب تولي كيفها ولا؟ هي مغرومه بها ياسر. كيف تبع فيها؟ هي نحب نولي كيفها. 5 وخميس اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيد الخلق رفعت لنا راسنا تونسيه من بنت بلادنا زيدوا خلوها زيدنا فيف تونس هي راسنا وتاجنا نقولوا انت اعلى سلطه توا في الكوره في كره التنس نحيوها ونشكروها وهي زغريتة اخرى اللهم حد على المراه التونسيه وشرفت كل مراه تونسيه الله وحد عليكم. لقبت بسفيره السعاده بالفعل معناها هي تستحق اللقب هذا عن جداره زياده على اللقب اللي تحصلت عليه. ان شاء الله نشوفوها معنا ديما في الدورات الكبرى معنا الاربعه الكبرى معنا ديما في المراتب العليا وان شاء الله الاجيال القادمه زاد تسير على منوالها نظرا للعبه هذه معنا جديده على تقاليدنا وكذا في تونس. نتمنى لها حظ اوفر وتحيه تونس النهايه معنا مبروك للشعب التونسي مبروك لها وتحيه تونس. يعطيها الصحه والله نورت البلاد وان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله ننتظر وان شاء الله تولي هي الاولى مونديال بقدر ربي بالمثابره نتاعها وبتشجيع ان شاء الله التوانسه وان شاء الله ربي معاها ديما. والله حاجه باهية برشا توسكي بوزيتيف توسكي حاجه تعطي دفعه معنويه للجون خاصه انا نشوفها حاجه ايجابيه. هذه فرصه باش العباد اللي تشوف امكانياتها ضعيفه والا ماهيش كابابل اللي تحس اللي كل شيء قابل انه يتحقق اي حلم قابل انه يتحقق. دونك ما فما نجم نقولوا كان برافو وان شاء الله ديما اياماتنا الكل باهيه وديما نحاولوا ننظروا للحاجات الايجابيه ويكفي من اني اكل اي حاجه نغزروا لها ديما بعين خايبه ديما نغزروا بعين باهيه وان شاء الله كيما يقول ربي سبحانه واستبقوا الخيرات هذاك هذاك